الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نصور اغنيه فيديو كليب في المانيا من اخراج غتشوفوا من اخراج كريم بنيس، غادي تشوفوا شي حاجه روعه واول مره يعني كتشوفوا الملحفه في المانيا. وعندي ان شاء الله بخشن مو عندي كليب اخر يعني اغنيه ديو مع دي جي حميده. لا غتشوفوا اول حاجه غتشوفوا ماركه ديالي غتشوفوا ان شاء الله ماركه ديالي قريبا، وخاصه انه غادي نستعمل فيها يعني كيف قلتي كنشوف من هذا ومن هذا ومن هذا، وغادي نحاول ندير يعني داك الشيء اللي غادي نشوفه فعلا غيفيد المرأة، وغادي ندير أثمان مناسبة جدا لأنه الهدف الأول والآخر عندي أكثر من أنه ربح هو أنه عيالتنا ديال المغرب كامل يبغي نتكلم بالمغربية أنا، وكل شيء يكون فرحان وساتيسفي، وحتى هما عندهم الحق أنهم يشروا لي برودوي ويهتموا بجمالهم وعلاش لا. بالعكس هو أعطاني ريجيم فقط، يعني تبعت عنده ريجيم وعنده بحال لي ماتيريال ديال لاصال ديال كتبعي عنده مثلا، هذا بديت عنده من بعد كملت مع كيني. يعني في الاول لقيت لانه الريجيم غتسدي فمك غتضعفي باينه هذه، يعني كولي اكيده بلا ما يقولوا لك فيها الاطباء ولا غيره، كتسدي فمك كتضعفي، كتحلي فمك الماكله غتغلاضي، يعني راه الجمهور متفق معايا. والله العظيم راضية على نفسي مليون في المية الحمد لله، عندي ثقة في الله وفي نفسي ما تصوريهاش. كيعجبني الله كيف خلقني الحمد لله، يعني صحتي الحمد لله، عيني نشوف بهم وشكلي راضية عليه. اللي نبغي نبدل هو مثلا بعض الأشياء يمكن في طبعي، وأنا ما ذكرتش لهم فين، يعني ما بقيتش باغا ندخل لأنه غادي غنجر عليا الكلام وهذا ويبقى بنادم متبعك، يعني كنخلي الموضوع ديال الزواج او موضوع ديال هذا الحاجه شخصيه، خليها في يد الله سبحانه وتعالى باش تيسر الا كانت، وحتى لما كانتش يعني الحمد لله علاقتي بكل اللي معايا وبالناس اللي دارين بيا كامله الحمد لله جيده جدا. وكتعرفي اي حاجه تبغي تعقر شي انسان او تجرح انسان اخر وهذا ما كاينش لاش. إلا كان عرس، إلا كان غيكون عرس مثلا على حسب، أنا ممكنش نقرر، ولكن إلا سولتيني نفضل نكون عادية جدا، يعني ديك البهرجة الزايدة وداك الشيء ديال هذا ما كاين لاش. درت داك الشيء في آدم ولدي في ختانة ديال آدم، لأنه آدم عيني اللي كنشوف بها هو أول فرحة في حياتي، فكنت باغا نفرح به. وصوفيا يعني حتى هي ديك الحلوه ديال حياتي. اما بالنسبه لي انا يعني شوفي ملي كيكون عندك واخا تكوني باقي صغيره ولا وسمعتهم بعد بالمناسبه، يعني كل واحد كيحط وكيقولوا راجل اصغر منها اللي غتزوج بي، باش غالي العلم الراجل اللي غيتزوج بي راه كبر مني بسبع سنوات، يعني الا كتب الله كبر مني بسبع سنوات. فالناس ما يبقاوش يعني هذيك التفكير ديال الاعمار وديال غديري، ولا كل واحد يديها في نفسه، كل واحد يعمر راسه بداك الشيء اللي غيدير في حياته، لانه بالاول والاخر كنت حاسب بوحدي وكيتحاسب بوحده. فانا والله ما نتبعش شي واحد اش غيدير واش ما غيديرش، وهذا يعني احنا يمكن كفنانين الناس من حقهم يتابعونا. حبايبي نموت عليكم دائما تابعوني، الجمهور الدار كنقول لكم سعيده جدا معكم اينما حللتم وارتحلتم، وكنموت عليكم، كانت معكم سعيده شرف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.